مساء الخير والنور والورد وكل شيء حلو في هالدنيا. حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على الوتر. ضيف حلقة هذا المساء هو قيمة وقامة إعلامية كبيرة لا نملك إلا أن ننحني لها احتراماً لمسيرة عطاء ولتفان وإخلاص ما زادت السنين إلا ثبات، ولأخلاق وسمعة طيبة طالما لازمت اسمه. احنا اليوم معاه، مو هو اللي معانا، عشان نقول له نورت بيتك ومكانك في وزارة الإعلام وقبلها قلوبنا اللي أصلاً ما تركتها حتى ترجع لها. يسعدني بل ويشرفني أني أعزف الليلة بكل حب على أوتار الإعلامي البحريني القدير أحمد حسين. مساك ورد ونور وعسل، شرفتني. الله يشرف أطارك. الله يسلم. شرفتني ونورت الدنيا يا طويل العمر. الله يعيق. الله يطول عمرك. يعني الاستديو ضاوي دبل اليوم. نعم الاستديو ضاوي دبل. الله يسلمك. وقلوبنا ضاوية دبل بشوفتك. الله يسلمك. بالعكس، يعني الحمد لله نورت الدنيا أستاذ. نورت الدنيا. احنا اليوم عندنا وايد سوالف. أظن كل الناس اليوم تقول الله من وين طالعة الشمس. أظن كل الناس لما تشوف الحلقة بتقول هالكلمة. وطبعا الشمس أنا ما حد، أنا بختفي أمام ظهورك. لا أنت البركة. الله يخليك ويحفظك، أنت أستاذنا ومدرستنا ونتعلم منك خطوة عزيزة جيتك وعنوتك على راسي من فوق. الله يخليك. إن شاء الله كنا استحقها وقدها. إن شاء الله لك. الله يسلمك. الله يسلمك. يعلم أقدارك. الله يسلمك. الله يخليك. في البداية طال عمرك اسمح لنا بنتابع تقرير بسيط لا يقول شيء في مسيرة الكبير أحمد حسين، ولكن حاولنا اسمح لنا على القصور. نشوف التقرير ونبدأ كلامنا إذا سمحت لنا. تفضل. سمع. السيد أحمد حسين خنجي، 21 سنة، في الإذاعة والتربية. أحمد حسين خنجي من أوائل مذيعي البحرين، ويعد من المؤسسين، وهو مدرس انتقل إلى الإذاعة ليكون مذيعاً للنشرات الإخبارية ومقدماً ومحاوراً في البرامج الدينية ومساهماً في الإذاعة الخارجية لنقل الأحداث على الهواء مباشرة. بعد دمج الإذاعة والتلفزيون بالهيئة في مطلع التسعينات، أطل علينا أحمد حسين من خلال شاشة التلفزيون قارئاً للأخبار ومحاوراً في البرامج الدينية وناقلاً لصلاة الجمعة والعيدين، بالإضافة إلى البرامج الوطنية. كان أحمد حسين خير موظف وخير زميل، فلم يصدر عنه يوم خلاف، وقد كان المنقذ الدائم والمساند لزملائه في العمل. سيظل أحمد حسين علامة مضيئة في العمل الإذاعي والتلفزيوني، فهو خير مثال للالتزام والعطاء والبذل بكل تفان وإخلاص. نور الدنيا مرة ثانية وثالثة، واسمح لنا على الكسور إذا أكيد مسيرتك لا تختزل في تقرير مدته دقيقتين، ولكن حضرتك قدرك على الرأس. إن شاء الله اليوم أثناء لقائنا راح نحاول أن نضوي على أماكن هي أوردي من الأصل هي ضاوية في حياتك، ولكن أكيد الناس طالما حبتك من خلف الشاشة الجانب الإنساني أجمل وأضوى، وهاي اللي إحنا بنحاول نوصله اليوم. الله يخليك. كلمات يعني بالحقيقة. الله يخليك. ما يعني لها معنى كبير عندي أنا في الحقيقة، يعني ما أستاهل أنا كل هذه. يعني قليل في حقك أستاذ. قليل في حقك. أنا إنسان عادي يعني تواضع، وأقدم الواجب اللي علي، وأحت أحس إن أشوف بعض الزملاء ساعات يتأخرون كذا، أنا أبي أحاول أصير مثلهم ما أقدر. الالتزام في الدم. اي والله ما اقدر، ابي اتاخر شوي والله ما اقدر. نبدا طال عمرك؟ تفضلي. يلا زاد فضلك. نبدا بالبطاقه التعريفيه. الاسم الكريم احمد حسين احمد خنجي. خنجي صح. من مواليد، والنعم مليون نعم، من مواليد فريج الفاضل. اروح في السنه ولا ما اقول؟ اقول السنه؟ ما اقول. لا قولي. اقول اكيد. لان الحقيقه يعني تاريخ الميلاد الحكومة هي اللي خلت لي 1/1/1942. ذاك الزمن كل من 1/1/1/1 عيد ميلاد نص البحرين. لأن أنا ما عندي شهادة ميلاد، يعني ما كان ذاك الأيام فيه
يعني مستشفيات مثل الحين. صحيح صحيح. 1942 العمر كله يا رب. لو طلبت منك يا أبو يوسف أن حضرتك تعترف لي اعترافين، تعترف لي بأكثر قرار صائب خدته في حياتك، وفي المقابل بأكبر قرار خاطئ حضرتك خدته في حياتك. والله سؤال محرج. يعني القرار اللي أول يعني صائب إنه يعني كان في فروع حق الدراسة، أنا اخترت يعني في البداية قسم معلمين أدبي. نعم. يعني صرت مدرس لغة عربية ودين واجتماعيات، وحتى يعني بس القرار الخاطئ إني أنا يعني كان المفروض أن أخذ الثانوية العامة، بس ما كانت في ظروف صارت يعني نوع ذي شوي مشاغبات وذي صارت في المدارس وذي. نعم. أنا تأخرت وبس أخذت يعني قسم معلمين أدبي وبس. وأنا المفروض أن أخذ التوجيهي ما أخذت. هذا هو أكبر قرار حضرتك ندمت عليه؟ والله أنا للحين متأسف أن ما أخذت هالقرار، ولكن لما الحين أوازن أشوف اللي خذوا الخلق يعني عندهم الشهادة مو بيعني أكثر مني أنا أنه هو. نعم. يعني ناجح في الحياة ودي. نعم. الحمد لله توفيق من الله أن أنا نجحت الحمد لله. هي هذه أكيد الشهادة العلمية أكيد تدعم وتزكي، ولكن حضرتك حققت من السيرة الطيبة ومن العطاء لا مشروط اللي قدمت للإعلام يمكن كثيرين حملت شهادات عجزوا أنهم يقدمونه. نعم هذه الحمد لله. حضرتك نشأت في عائلة مكونة من 3 أبناء وبنت واحدة. أيوة. ربي يخليكم حق بعض يا رب. وحضرتك كنت الابن الأكبر. هذا الشيء حملك بعض المسؤولية، يعني حضرتك كنت تشتغل بعمر صغير وأيضا تساعد الوالد، وعملت مثل ما تفضلت كمدرس للعربي اللغة العربية والدين والمواد الاجتماعية. أبي أعرف أجمل ما يميز ذكريات مرحلة التدريس تحديدا، قبل لا تقول عن الطبشور والسبورة بسالف فيهم، ولكن في قلبك لما تذكر هالمرحلة شنو أكثر شيء يميزها؟ والله اللي يميزها الحب التلاميذ للأستاذ. الله. يعني كانوا في الحقيقة يعني دائما يحاولون يرضون الأستاذ يعني، فيعني لما أدش الصف وأشوفهم يعني كلهم يعني هذه أنا في الحقيقة أفرح في هالإنجاز إن قدرت أوصل المعلومة إلى أذهانهم خاصة في هذا العمر. نعم. فهذه الحلقة يعني اللحظات اللي كانت سعيدة عندي. جميل جميل. احنا دائما نقول هي تربية قبل لا يكون تعليم. أكيد. العلاقة اللي تنشأ بين المدرس والطالب هذه في علاقات ما تنسى لآخر يوم في عمرنا، ساعات ما ننسى بعض الأساتذة الأفاضل اللي درسونا. نعم. فأنا أثني جدا على كلامك أستاذي. دام تكلمنا عن التدريس لازم عاد نسالف عن الطبشور والسبورة. أيه. وخارطة. أيه. العالم والثلاث أخبار. إيه مالين كل يوم. إيه في الطابور. إيه نعم. قل لنا قصة. هذه لها قصة في الحقيقة. أنا يعني في مدرسة السلمانية. نعم. فكنت في طابور الصباح، قال لي المدير الله يرحمه إبراهيم النازع أن كنت تلقي الكلمة هذه الأخبار الصباح. فكنت أنا يعني بعدين قام تطورت الأمور، قال لي لا تعال سو سبورة وخريطة العالم. قلت أستاذ هذه يعني مجهود. قال خلاص اللي تبيه أنا حاضر لك، تبي تشتري أي شيء. وكان سوى لي حجرة، أعطاني حجرة ورحنا أخذنا سبورة بليود ورسمنا عليها خريطة العالم. يلا. إيه. وبعدين خلينا كل عاصمة عليها مسمار. مسمار. ضربنا مسمار. فجيت يعني طبعا الطباشير ملونة
وبعدين انا بعد كان بالصدفه خطي جميل في يوم كنت مدرس. بنشوف اليوم الخط. اي فقمت اكتب كل يوم 3 اخبار واعطوني الذي على اساس اني اوقف على الكرسي واودي الخط الحبل الى العاصمه اللي هي المواذيل مكتوب عنها خبر، وبعدين اروح اقراه في الطابور. كذي مستحيل تنسي المعلومه بهالطريقه، مستحيل تنسي المعلومه اظن. من هالطابور سمعك احد المدرسين. ايوه قال لك تعال معي يا احمد، ما حضر القاب، تعال معي يا احمد بوديك الاذاعه. اي نبي نعرف القصه. حتى لما سمعوك في الاذاعه ايش قالوا لك؟ وين مخشوش عنك انت؟ شنو صار؟ اي فعلا يا قوم يا استاذ قوم خلي اوديك الاذاعه. انت قاعد تطنس، عشان اطنس قوم. الاستاذ ابراهيم كانو الله يرحمه هذه صديقي، والاستاذ احمد سليمان بعد هذه صديقي. قوم وكلهم انا يعرفوني وانا بروح بوديك، انت صوتك يصلح كمذيع. زين فاخذاني قلت له عندي دروس، قال لا انا اخذت اجازه من المدير وقوم وياي، وداني بالقوه الى الاذاعه وسلمت على الاستاذ احمد سليمان. وقال لي هذه نشرة أخبار، روح الاستوديو. الأستاذ عبد الواحد درويش كان هو اللي كان في المخرج. جميل. فقعدت أقرأ الأخبار، قال لي عاد بعد الأستاذ أحمد يعني عن ما أدري عن ظروف الإذاعة شلون يسجلون شلون. قال شوف أستاذ أحمد خذ راحتك، لا تستعجل، اقرأ الخبر بالعدال، وإذا شفت إن في أغلاط قل لي. قال أوقف التسجيل وتقول الخبر مرة ثانية. شنو أول نصيحة وجهت لك أبو يوسف؟ نصيحة أولها وخلينا نقول أهم نصيحة وجهت لك أثناء عملك الإعلامي. أكبر يعني أو أحسن نصيحة يعني قالوا لي لا تستعجل في النشرة، حاول أن تكون يعني كلش ماخذ انضباط و تأني. اي تأني في اقراء الخبر. اي هذه يعني اهم شيء. هذه على مستوى الاداء سلمت. هذه بعد مو كذي بعد قال حتى قالوا صوتك وايد قوي. يعني يضطرون المخرجين يبعدون الميكروفون عني على اساس يقولون يعني صوتي قوي، يعني قلت يعني صوتي عادي. قالوا لا صوتك قوي، حتى مره واحده انقطع الصوت في التلفزيون. اي انا وانا اقرا الاخبار. يا حتى يا الاستاذ خلي قال ايش سويت انت حنص بصارك المايك فقع الصوت. والله ما شاء الله تبارك الله. من كذي مقصر على صوتك اليوم؟ من كذي انا قاعد اقول اي صوتي كان. الله يحفظك يا رب ويطول بعمرك، ما شاء الله الف من ذكرى. صوتك وادائك قبل صوتك قوي ما شاء الله. كان قوي صحيح. حتى مره معي واحد كان مذيع يعني صوته شوي ضعيف، حتى الناس قالوا ما مش الا احمد حسين قاعد يقرا الاخبار. اوه ظنوا انه ما حد، صوتك غطى مسكين. غطى علي. الله يديم حسك يا رب ان شاء الله. خلينا نشوف اذا سمحت لنا صوره جميله ونرجع نعلق عليها. اذا سمحت سمى وتفضل. شفتها؟ طبعا اللي قاعدين نشوفه في الصوره الى جانبك وحضرتك الى جانبه هو الوالد الله يرحمه حسين خنجي، الله يرحمه يا رب ويغمد روحه الجنه. ما هو اكبر درس اعطاك اياه هذا الانسان؟ هذه اهم شيء، التواضع والعمل وقوه الاراده. وعاد يعني والالتزام بالقيم الدينيه. ايوه تربيه الوالد مثل ما تفضلت كانت تربيه جدا محافظه. لذلك سؤالي هني أبو يوسف، كيف انعكست هذه التربية المحافظة على حياتك، وأيضا من ثم كيف حضرتك عكستها على حياة أبنائك الأربعة؟ والله أنا بروحي متعجب. والله يرحم الوالد كان يعني إنسان متدين، حتى هو كان إمام مسجد ما شاء الله الذواودة. فأنا ما أدري شلون اتجهت ناحية فنية وفي نفس الوقت دينية. حتى لما كنت في الإذاعة عندي برنامج ديني اللي هو قضايا إسلامية، وفي نفس الوقت عندي شنو؟ عندي عالم السينما.
قالوا شلون كذي شلون الحين شو السالفه؟ جمعت الفن والدين مره واحده. قلت والله هذا يعني تجاري. نعم جميل، بس ما كان هو ضدك في هذا الشيء. لا هو ضدي مره واحده اسوي له مشكله يا الله. ايوه انا هذه اللي ابيها. اي هذا الله يسلمك. مره واحده انا من زود ما احب الافلام وذي والتلفزيون. اي رحت شريت تلفزيون. زين. شريت تلفزيون بالاقساط. زين. زين وجبته في البيت. حلوين. زين ياه شنو ذي؟ الوالده الله يرحمها تقول هاي احمد شرى التلفزيون. قال شنو؟ تلفزيون في بيتي؟ قلت له ما في شيء اكل عالم كله تلفزيون. قال لا. وقام الله يسلمك وقال خلاص انا ما ادش البيت في تلفزيون. لا لا. اي راح رقت في المسجد. لا لا. اي يا راحوا له قالوا له يا ملا حسين ما يصير تعال الناس لا تشوف التلفزيون ملازم اكون في عزره احمد بس بروحه. غطى في شهر شهر. اي او انت لا عزرتك انت قاعد فيها بس. زين. قال لا ما اروح ما هذه ما اروح البيت هذه ما دام في تلفزيون الا يرجعه. يا انا يا التلفزيون في البيت. وبعدين. تالي الله يرحمه الخالي الله يسلمه. الله يرحمه محمد خواجة. هو انسان معروف يعني. نعم. قال ما علي ملا حسين انا بتصرف. قام خذ التلفزيون رجعه. قال التاجر اي وبس قال خلاص ما يبون يسووا مشكله في البيت. فايش اسمه؟ قال لي خلاص ما علي محمد اللي تبيه يعني كان محبوب القال من عند التجار وهي معروف عنه. ف زين لما اشتغلت بعدين في التلفزيون ايش صار؟ كان عنده ردة فعل بعد عكسية؟ اي لا ما لا اي في التلفزيون عنده عادي بس لما اقرا الاخبار يقول بس يعني يستانس لما الناس يقولون اكو احمد حسين يقرا الاخبار وكذا يعني حتى كان يفتخر. كان خلاص تقبل فكرة التلفزيون في البيت وطالع التلفزيون والامور طيبة. الله يرحمه. الاخبار هو دائما وراء اخبار. نعم. بس ما دام اخبار الحمد لله ما قال شيء. اخبار بس لكن شيء افلام وسينما وكذي لا ما نبي نسمع ما نبي نشوف سينما ولا شيء. نعم. الله يرحمه يا ربي يغمد روحه الجنه. وعدتك استاذي ان حلقه اليوم راح تكون ان شاء الله مليئه بطاقه حب وراح تليق بمقامك باذن الله وراح تطلع منها سعيد. لذلك انا اليوم عندي عده امانات. اول امانه حابه اسمعك اياها الحين في حلقه على الوتر نبدي فيها اذا سمحت لنا ونرجع نعقب عليها ان شاء الله. تفضل. ما تدري اخوي وجودك في حياتي شنو يعني لي. كانت حياتنا من الطفوله لين ما كبرنا فيها ذكريات ما انساها. تعلمت منك وايد من ثقافتك من تدينك من طيبك. كنت لي المرجع والقلب الحنون والصدر الوسيع اللي الجأ اليه كل ما صادني هم. كنت بالنسبه لي اخو بالنسبه لي كل شيء في حياتي. عسى ربي يخليك ولا تبكيك عيني يا نظر عيني. الله يخليكم حق بعض يا رب ولا يحرمكم من بعض. اي والله الحمد لله. كل فضل من الله اختر الله كل من الله سبحانه وتعالى. ان انا اعتبر ان عائلتنا يعني كانت الحمد لله ما فيها اي منغصات اللي تصير في العوائل الثانيه. الحمد لله كان يعني مترابطين ومتالفين الحمد لله. هذا شيء فضل من الله. طبعا مشاهدينا اللي سمعنا صوتها هي السيده صفيه خنجي شقيقة الإعلام القدير أحمد حسين. لكل المجال أنك ترد عليها باللي في قلبك. قول لها اللي تبيه تفضل. والله اللي بقولها يعني يكون مو بقد الكلمات اللي قالته. الحقيقة يا أختي يا صفية أنت القلب الحنون اللي ذكرني دائما بالوالدة الله يرحمها. دائما لما أسمع صوتك وأشوف تصرفاتك مع الناس ومعاي مع اخوانك يعني احس كان الوالده هي اللي قاعده تتصرف. الله. وهذه في الحقيقه يبين كيف كان حبك لامي الله يرحمها وشلون انت تاثرتي منها حتى من زود ما تاثرتي حتى صورتها في المجلس عندك. وهذه اللي دائما ذكرك بالوالده الله يرحمها اللي كانت مجمعتنا كلنا على الحب والوفاء اللي ما حد ينسى أبداً. وشكراً على هالكلمات وهالمشاعر الحلوة
اختصاصية، وطبعا الشو المشاعر متبادلة لم تكن أقوى من هذا الشيء. الله، هو أجمل إرث تركته الوالدة، عيال متحابين مترابطين لهالدرجة. الحمد لله، الحمد لله، الله يرحمها يا رب. تسلم اليد لربتكم. الله يسلمك وانت طيبك. قصة حلوة مفاجأة، سعيدين احنا مستانسين. اي والله ما الله يسلمك. الحمد لله. قصة انتقالك طال عمرك من الإذاعة إلى التلفزيون، وتحديدا تقديم النشرات التلفزيونية، كانت صدفة بحتة. سببها غياب المحرر، من ثم غياب مقدم نشرة الأخبار التلفزيونية. وسببها أيضا حسن حظنا احنا المشاهدين. الله يسلمك. قل لي القصة. سلمك الله. الله يسلمك. المرحوم الوزير السابق طارق المؤيد الله يرحمه، نعم، كان هو يعني انسان يعني عنده بعد نظر قوي. مره استدعاني الوزير في المكتب، قال لي احمد انا ابيك تروح تحرر نشرة الأخبارية في التلفزيون. نعم. تبي انقلك الى التلفزيون كيفك، في الإذاعة كيفك تبي؟ قلت له لا طال عمرك انا ابي إذاعة والوقت الذي في التلفزيون العصر، لان هذه الصبح وهذه. قال كيفك تبي الإذاعة والتلفزيون؟ على كيفك، بس خلاص انت من باكر تروح تحرر النشرة الإخبارية. فكان أنا عندي برنامج إذاعي اسمه من أعمدة الصحف، يومية يشترون لي جرايد وأخذ المقالات الافتتاحية. ذاك اليوم كنت أنا أقرأ عن صدق مقالات يعني فيها شوي، وأنا متحمس من طبيعتي. يوم كانت الحرب صارت في لبنان، كانت في شيء الكتائب والفلسطينيين، فكان المقالات اللي أقرأها كانت تشجع الفلسطينيين على الكتائب. فذاك اليوم جاتني رسالة تهديد. أوبا. إيه، ترى ما تسكت عن هالكلام، ترى أنت الجاني على نفسك. بنسكتك إحنا. إحنا بس. إيه، أخذت الرسالة طال عمرك إلى الوزير، قراها، قال لا أحمد لا ما يهمك شيء، اللي تبي تقول قول، واللي تبي تقرا اقرا، ولا يهمك، ما عليك منهم، احنا في ظهرك، احنا في ظهرك بنساعدك. فيعني كان صج انسان يعني يعرف الواقع. فقال لك انت خذ المقالات اللي تبيها تقراها اقراها. جميل. فعلا اخذت الخط على طول. وبالنسبه للتلفزيون رحت وقمت احرر الاخبار، يعني ناخذ من تلبلنتر هذه الاخبار، الوكالات، ونعدلها ونصيغها في اخبار ونعدلها حق المذيع، عقب نطبعها نعطي المذيع. ذاك اللي هو كان مفروض ان المائل يقرا الاخبار، ما يعني مذيع ومذيعه. نعم. ذاك اللي صار ان المذيع ما هذه تغيب، عنده كان ظروف، وحاولوا يجيبون مذيع ثاني، كلهم عندهم ظروف ما قدروا يجيبون. بس يا الوزير طارق الله يرحمه، الله يرحمه، قال لي قوم احمد. قلت وين قوم احمد؟ وين؟ قال روح الاستوديو. هوبا، وين الاستوديو؟ تجربه على الهواء. اي انا للحين انا في الاذاعه. قال لا، انا قلت ولا تدربت على التلفزيون ولا ادري عن التلفزيون شلون يقرون. قال انت بعد تبي تدريب، قوم خذ النشره وروح. اي انا قلت الحين بعد طارق الله يرحمه كان يعني لهيبه. نعم. يعني لما يقول كلمه خلاص. نعم. لا تحاكي هنا مره ثانيه. كان له رؤيه يعني. بس إيه، كان له رؤيه وصدقت الرؤيه. إيه؟ وهذه حسن حظنا وقد كان. الله يسلمك. اخذت النشره ورحت. تفضل. رحت النشره وقريته، الحمد لله فضل من الله، قالوا لي اوكي، يعني انت كانك قاعد يعني عادي، ما كان اي عليك اي. قلت الحمد لله بعد هذه فضل من الله. نعم. يعني بالنسبه لي حتى في التلفزيون تالي حطوا اسمي عادي مع المذيعين. فقمت اقرا عادي.
من حسن حظنا. نشرات الأخبار. عدد من الصور سلمك الله جمعناها لك بكل حب من محطات حياتك المختلفة، بكتهم بالأحرى، خلينا نشوفهم ونعلق عليهم. ليش مصدوم أستاذ؟ ليش مصدوم؟ بعرض لك صور، خلينا نشوفهم ونعلق عليهم، تفضلوا. الصور هذه؟ هي أنا بايقة صور. هي ملا. هاي ما عندك إياهم صح؟ كنا شايفوهم بس ما عندي. إيه الله يذكرهم. إيه كلهم عائلة الحمد لله. أوه إن شاء الله. يزين الابتسامة. يزين الابتسامة. إيه والله قديمة الصورة. أنا بكت من كل مكان قعدت أبوك. شنو أكثر صورة وقفت عندها أستاذي؟ والله الصورة اللي ويا الوالدة كانت مع العائلة والإخوان والذي كلنا كنا متجمعين. نعم هذه ساعات الصور تكون هذه الصورة تقصد؟ هذه؟ هذه لا اللي قبل. هي الصور حلوة ساعات يعني هي حلوة الصورة بس ساعات تكون مؤلمة شوي إنه واحد وده يرجع هذا الزمن. إيه هذه الصورة حلوة. مع العائلة. الله يحفظ الموجودين ويرحم من توفى منهم يا رب ويطول بعمرك إن شاء الله. الله يرحمك. عقود طويلة من العطاء الإعلامي اللامتناهي. حضرتك شهدت محطات كبيرة من العطاء ومن الإبداع، ولكن في محطة واحدة أظن ما غابت عن ذهنك مثل ما هي ما غابت عن أذهاننا كلنا. إذا سمحت لي خلي نشوفها ونرجع نعقب عليها. سمو. بقضاء الله وقدره وبقلوب مفعمة بالحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة جميع من كان على الطائرة المنكوبة التي سقطت في البحر مساء أمس. ما ننسى كلنا طبعا. هني احنا شفنا إعلان خبر وفاة جميع ركاب طائرة طيران الخليج القادمة من القاهرة إلى البحرين. حدث كبير وايد وليه اليوم احنا ما نسينا. الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة ويربط على قلوب اهلهم وذويهم. حدث مسنا كلنا فعلا. كيف حضرتك استجمعت قواك للاعلان عن هذا الخبر وعن هذا المصاب الانساني والوطني الجلل؟ يعني خبر واحنا قاعدين نقرا لك الاخبار عاديه بس قبل ان ننتهي من الاخبار قالوا لي اصبر احمد اكو جايك خبر. الله يذكره بالخير استاذ خليل الذوادي هو اللي كادي جاي الخبر واقرا ويا ولا هذا الخبر. زين اقرا الخبر ان الطائره طارت من القاهره الى البحرين. بعدين عقب شوي يعني خبر ثاني يقول لا الطائره من البحرين الى القاهره. الحين يا والعالم التلفزيون ايش عندكم؟ شلون هاي الطائرة من وين راحت؟ وين طاحت؟ هاي شلون؟ هل من هي من القاهرة ولا من البحرين؟ فهني صار التباس ويا والمسؤولين ويا نعم. إيه كان حتى واحد مستشار الثقافي في الوزارة سيد البابلي إيش قال إيش عندكم الخربطة هذه؟ من وين هاي الطائرة؟ وسويت بلبلة في الناس مو بعرف إن أهاليهم من القاهرة ولا من البحرين؟ فبعدين أظن صارت غرفة دي غرفة طوارئ على هالخبر إن لازم الغرفة هذه هي المسؤولة عن أي حدث يصير لأن عقب هذه لأن الخبرين كانوا متناقضين. نعم. فهذه الليلة ما كانت تنسي ما كانت تنسي بس أنا سؤالي عن شعورك أثناء قراءة هذا الخبر وأنت تعرف حضرتك تعرف أن عقب قراءة هذا الخبر وبعد إذاعته شنو راح يصير في الشارع البحريني كله. كيف استجمعت قواك أمام الإعلان عن هذا المصاب؟ كنت أنا أقرأ وأحس يعني بألم صج يعني كنت يعني الحمد يعني شنو هذه هالليلة هذه مشؤومة
صار فيها الحدث هذه. كنت متوتر استاذ؟ اي نعم. توترت؟ توترت بس تمالكت يعني من نفسي وقريت الخبر الحمد لله. اي تنذكر ما تنعاد يا رب. اي ولا تنذكر ولا تنعاد يا رب. ان شاء الله على طول ان شاء الله ما تنعاد. يا رب اللهم امين. الله يرحمهم جميعا ويغمد روحهم الجنه ويربط على قلوب اهلهم وذويهم. ابو يوسف. نعم. من الشخص اللي كل ما تذكرته حسيت بغصة في صدرك؟ والله يعني كان لي صديق عزيز يعني وايد ألمني إن سمعت إنه توفى. إيه حتى ما صدقت يعني. فبعدين يعني الواحد لازم يؤمن بقضاء الله وقدره. لأنه هو كان معاي لآخر لحظة يعني نروح مع بعض وني مع بعض يعني حتى لما كنت في المدرسة أنا انتقلت إلى قسم معلمين هو مسكين الله يرحمه كان في قسم ثاني راح كنسل قسمي عندي أنا وياي فبعدين مرة واحدة ولا أروح أنا المكتبة في الليل أقعد أشوف إذا كان في شيء جديد قالوا لي أسأل عنه قال لا مات شلون؟ قالوا مات لأنه هو العادة بعد يمر على هذا المكتب ما صدقت إني حسيت يعني إن غصة صج لحد الحين أنا أتذكره دائما نشغل لك أغنية أنا عارفة إيش كثر عزيزة على قلبك عرفت؟ لا بخمن أي سر فيك للموسيقار العملاق محمد عبد الوهاب اسمعها ونعرف قصتها لأن سيدة هزيت لي راسك أنت إيه دائما أحبه أسمع تفضل أي سر فيك إني لست أدري كل ما فيك من الأسرار يوري الله 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 أي سر فيك شنو قصة هالغنية؟ ليش تحبها أكثر من غيرها؟ هو اللحن يعني صدق يعني يخلي الواحد ينجذب له. وبعدين كلمات الأغنية فصيحة تخلي الواحد يعيش في خيال حلو على أجنحة العطور والذكريات الله إيه فهذه تخلي الواحد يعني ينفصل عن الواقع اللي هو فيه قاعد يعيش فيه هالكلمات الحلوة يعني كانت الله فهذه وايد حتى اللحن كان عجيب يعني بعد موسيقار الأجيال طبعا ما نقدر نتكلم أكيد ما نقدر نتكلم عملاق وعبقري موسيقار عبقري في قصة يعني بينك وبين أم يوسف الله يرحمها على هالغنية ولا ما في لا ما في لا اكيد عيني في عينك ابو يوسف اكيد لا اكيد هذه الله يرحمها كانت تحب الاغاني حتى حبت الاغاني ام كلثوم لان انا كنت احبها الله اي كانت لا ام كلثوم كانت كل يوم خميس الاول الشهر في كل شهر لها حفله كنت انا لازم اقعد اسمع الحفله هذه اي فكانت هي بعد تشاركني وتقعد تسمع بعد الأغنية حبت أم كلثوم يا حبيبتي الله يرحمها يا رب أكيد اليوم أكيد راح نرجع حق أم يوسف إذا سمحت لنا نتكلم عنها لأن دورها في حياتك كبير ولابد أن إحنا نوقف عنده إذا كنا قاعدين نتكلم عن مسيرة حياة الإعلام القدير أحمد حسين لابد أن نتكلم عن السيدة زينب الله يرحمها يا رب حضرتك شخص كتوم وهادئ وغير اجتماعي لكن أنا بأقف شوية عن صفة الكتمان طال عمرك كثير من المقربين منك اللي حظيت بشرف الحديث معهم قبل هذا اللقاء قالوا لي أن حضرتك صعب بل ونادر ما أن أنت تعبر أو تتفاعل تفاعل صريح مع أي موقف حضرتك تمر فيه حتى لو كان موقف قاسي ما تعبر تكتم على داخلك ما أدري شو طيب بصراحة يا طويل العمر
هذا الكتمان ما يرهق قلب صاحبه على المدى البعيد. هذا اللي سلمك الحرمان. الكتمان. الكتمان. أنا فعلاً أنا ما يعني أحاول أضغط على نفسي، وخاصة إذا كان موقف، لكن بعدين يطلع علي. أيوة. بعدين إذا بروحي أقعد وأفكر يطلع علي هني عاد أتألم. بسم الله عليك. بس بينك وبين نفسك ما تحب تراوي أحد؟ لا. ما أدري ما أدري هل أنا قصدي إن ما أبي أحد يشوف إن أنا قاعدة دي. صرت ضعيف و بسم الله يعني عليك. كنت يعني دائما احاول اضغط على نفسي لان انفرد بنفسي ثاني اقوم اتالم بسم الله عليك. بسم الله عليك. بس ترى هذه مو بضعف، اذا هذه ضعف على كلنا ضعيفين استاذ. بالعكس. اي والله بالعكس. يعني عبر عن حزنك وريح نفسك، وان شاء الله يا ربي ما تذوق الا الفرح. زين خل نضحك، انا قاعده احاول جسمي. الحمد لله. سالفه عرب بحر في الهند. إيه قل لي. إيه كنا في الهند. زين. وأنا قاعد أشوف ويا هذه أدور، أظن كنا في متحف. يا هندي يقول ما أدري شنو عرب بحر. قلت له أي عرب بحر. وأنا في الحقيقة تأسفت شاتيته. قلت له بحر العرب مو عرب بحر. وهو كان مصر على عرب بحر، عنده مبدا لا تجادلني. كل التحيه اكيد لابناء الجاليه الهنديه، وموقف طريف بس. بحر العرب مو عرب بحر. ان شاء الله طال عمرك بحر العرب. احس لليوم ما نسى، احس ينام يقوم يقول بحر العرب. انزين صوره بعد حابه اعرضها عليك ونكمل كلامنا اذا سمحت لنا. اي تفضل. يلا سمع. او صور حابه اعرضهم عليك اذا سمحت. نكمل كلامنا. الله يرحمها يا رب، يغمد روحها الجنة. هذه قصتي مع الزوج الله يرحمها، صارت بعد لها شو اسمه يعني. أنا قال له أبوي خلص دي أنا يعني زواج ما كان في بالي، بس ذاك اليوم يا أبو صورة قالوا هذا من الآن خلنا نروح نخطبها لك. فرحنا حق أبوها، أبوي الله يرحمه وأبوها الله يرحمه، قعدوا مع بعض وكان ويانا واحد بعد. قال لنا نبي بنتك حق ولدنا أحمد. قال اوكي. كان القاضي اللي بي 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 بيكتب لي العقد ويانا بعد. اي الله. اي قال لي خلاص كتب العقد. قال عمرها 13 سنه. يو قام هذه القاضي نقز عقربه الضغطه. قال لا هاي حكومة ما ترضى 13 سنة. سكت أبوي. زين. قال له يعني 13 سنة؟ قال إيه 13 سنة. هذاك الثاني قال هذه ما أبوها مجنون ما يعرف. مو ب 13 سنة 16 سنة. 16 سنة. لازم 18. قال اكتب، لأن القاضي كان بعد من أهل أبوي. قال لا ترى انا بكتب بس ما يصير لازم. نعم. عمرها 18. نعم. هي تالي هذه كتب وهي صغيره. يا حبيبي. تزوجت وانا صغير. وهي صغيره. لكن ما شاء الله عليها شو اسمه يعني هي صغيره لكن عندها يعني فطنه. عندها فطنه، عندها يعني تعرف يعني تتصرف في كل المواقف. الله يرحمها يا رب. يعني حضرتك سبقتني بالكلام عنها من قبل حتى لا عارف سادة المشاهدين، ف
فيها طبعا اللي شفنا صورها هي أم يوسف زوجة الإعلامي القدير أحمد حسين الله يرحمها يا رب يغمد روحها الجنة. واحدة من أكبر نقاط التحول في حياتك طال عمرك هي وفاة أم يوسف. هذه الإنسانة مثل ما تفضلت يعني كبرت معاك وكبرتوا مع بعض، زوجتك مثل ما تفضلت وانت بعمر 16 سنة وعشتوا مع بعض أجمل أيام العمر. من كانت زينب في حياة أحمد؟ من كانت زينب في حياة أحمد؟ والله زينب كانت كل شيء. يعني أحس أنه خلص مهما كان أن الإنسان إذا توفى يعني الله يرحمه، يعني بس أدعي له أنه يكون يعني في الجنة إن شاء الله. هذه صورة لبطاقة زواجك بأم يوسف، حضرتك محتفظ فيها إيه؟ من سنة 1965 حتى اللحظة. ما سبب احتفاظك بهذه الذكريات؟ يعني الرعب يعني يختلف من فيلم لفيلم، بس التوتر والأعصاب شخبارهم. إيه هذه اللي أنا أحبها أمبي. إيه إن أبي أشوف بالضبط المخرج قاعد يخليه تمشين خطوة خطوة علشان يطلع لك المفاجأة. وترني زود خرعني أنا بتوتر. رفيجكم اللي عنده السكريبتات يودوا الأمن ما يبي يدخلونه، وإحنا نبحن على الهواء. تبون ذي تثيعون ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظنكم ستتذكرون هذا الصوت قبل حوالي 50 عاماً. هذه مفاجأة، حتى يعني الجماعة قالوا شفت الأوتوكيو؟ قلت احنا بينكتب لي في الأوتوكيو شيء؟ اي لا اثره ما عندهم هذه، بس اظن ما ادري كان يبون يتمرنوا على. قال هذه فاجأني انه لازم اقول الكلام انا اللي في نفسي يقول انت تشعر فيه. بنروح مكان ثاني شوي، اوكي؟ احنا حار بارد. طيبة قلبك اللي ما يختلف عليها اثنين طال عمرك خلت لك مكانة محفوظة في قلب كل من شافك أو تعامل معك عن قرب. مستحيل أستغنى عنك أو يعني أتركك يوم من الأيام، أنا معك. تكونين معاي وأحس بالأمان في الحقيقة لما أكون معك في كل لحظة، وأنا عاجز عن الشكر وهذه واجب علي أن أنا يعني أساعدك في كل أمر، حتى لو كان في مقدوري أساعدك أكثر. يتنفس إذا واحد قوم من النوم وهو لحم ما شبع نوم. هو يستمر. يلا يوم رحت لأبي أخذ المكيف زين، قال بعته، وطح في كلام يعني ما أدري شلون طلع مني. أي من زود يعني أنا ما من قهر تالي ندمت. قلت عن شلون تكلمت؟ تأسفت منه بعدين؟ معاتي عن هاللون أتكلمي. في المقابل إذا في شيء حاب تعاتب نفسك عليه طال عمرك، شيء سويته وتحس إنه ما سويته كما يجب أو مو بالشكل اللي يرضيك أو قصرت فيه بشكل أو بآخر، شنو راح يكون؟